بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعي وزوار مدونة قناة الكوين للربح من الإنترنت. إن شاء الله اليوم لدينا برنامج جديد للربح من الإنترنت، يعني برنامج ظهر مؤخرا، وبرنامج يعتمد على جمع النقاط، يعني حيث أنك تقوم بجمع النقاط من البرامج من الإعلانات. يعني الموقع يعتمد على تنزيل أحد البرنامج وتشغيله عبر الكمبيوتر الخاص بنا. إذا نقوم فقط بالدخول إلى الرابط، ستجدون عنه الرابط في المدونة أو تحت الفيديو إن شاء الله في الوصف. نقوم فقط بالدخول إلى هذا الرابط. كما ترون هذا هو الرابط الخاص، هذا هو الموقع My Cash Bar Need Money Want to Make Money، يعني للربح من الإنترنت إن كنت تريد الربح من الإنترنت. أنا لدي عضوية في الموقع، لكن أنتم إن كنتم تريدون العضوية فقط تقوم بالضغط على كليك here to make a bar. تقوم فقط بتنزيل هذا الملف، احفظ الملف ثم تقوم بتشغيله. يعني فقط هو برنامج للمواقع، يعني برنامج يعتمد على عرض الإعلانات في سطح المكتب الخاص بك. تقوم فقط بالضغط على accept، تنتظر إلى أن يتم تحميل الملف وتثبيته. فقط نعود إليكم بعد التحميل وتثبيت. إذا بعد تحميل الملف وتثبيت النيتورك 4.5، ستخرج لنا هذه النافذة الصغيرة، يعني فقط يقوم بتهيئة المجال للبرنامج. فقط نقوم بالضغط على انستال ليتم تثبيت البرنامج. كما ترون هذا هو البرنامج، يعني صغير جدا، لم يصل حتى إلى 1 ميجا. هذه هي أيقونات البرنامج على سطح المكتب. إذا بعد تثبيت البرنامج سيقوم بفتح نافذة، يعني سيقوم بفتح نافذة هنا، ها هي النافذة الخاصة بنا. يعني فقط إن لم يكن لديك حساب لأنك جديد في الموقع، فقط تقوم بإضافة الإيميل هنا ثم الباسورد، ويتم تسجيلك مباشرة في البرنامج. أنا لدي حساب في الموقع، سأقوم فقط بإدخال بياناتي، يعني الإيميل وكذلك الباسورد. ثم نضغط على جوان أو لوغين. عند الدخول إلى الموقع كما ترون هذه هي الواجهة الخاصة بالموقع. هذه النافذة الصغيرة الموجودة هنا هي التي يتم عرض الإعلانات عليها. فقط نقوم بإيقاف هذه النافذة ثم نقوم بالضغط هنا ليتم إرسال هذه النافذة إلى الأعلى. فقط تتركون هذه النافذة تعمل هنا طوال التي تقوم بانشغال الحاسوب. كما ترون فيمكنك العمل هنا، تقوم بالضغط بالرجوع إلى الموقع. فقم فقط بالضغط على member، يعني تقوم بكتابة الإيميل الخاص بك. ثم تقوم بإضافة الباسورد ثم تضغط على validate. أنا لدي حساب في الموقع، قد تقوم بالدخول إليه. نعم، account my cash bar. هذا هو الواجهة الخاصة بي في الحساب. كما ترون لدي صرف إلى $14 في الموقع فقط في يوم واحد. فقد جمعت فقط 1000 نقطة. هذه باقي النقاط فقط عند في آخر الشهر، يعني آخر شهر في الموقع يقوم بتحويل جميع النقاط المحصل عليها هنا إلى دولارات، ويمكنك السحب فقط بالضغط على إرني. كما ترون يعني الحد الأدنى للسحب هو $5، ويمكنك السحب في البيبال والبيزا وكذلك الشيك، لكن الشيك فقط في فرنسا فقط $20. كما ترون 1586 يحولها إلى 0.14، وهذه النقاط يعني يمكنك جمعها في يوم واحد. وفي بعض الأحيان انتبهوا، هنا إن ظهر بانر في هذا اللون، يعني أزرق مغلوق، يقول لك اضغط هنا، اضغط عليه
يمكنك أن تحصل على من 10 إلى 1000 نقطة، يعني مجانية، يعني بونيس من الموقع. وكذلك يمكنك مضاعفة الأرباح عبر دعوة الأصدقاء، فهو برنامج جديد بالضغط على الريفيرالز، ثم يعني قم بوضع هذا، يعني قم بنشر هذا الرابط في مواقع التواصل الاجتماعي أو في مدونة إن كانت لديك، وتربح 20% من أرباحهم على في خمس يعني خمسة برامج، في خمس ريفيرال، يعني ليفل خاصة بالموقع بالريفيرال. أو إن كان لديك موقع ويمكنك وضع فيها هذا البانر، يعني البانر الخاص بالموقع. إذا أتمنى أن يكون الشرح قد نال إعجابكم، ولا تنسوا يعني الاشتراك في القناة وزر لايك إن أعجبكم الفيديو، ولا تنسوا التعليق، وإن كان لديكم أي تساؤل فلا تنسوا التعليق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.